نشوف مثال آخر. هنا بيقول لي احسب لي كوسيك ثيتا إذا كان كوتان ثيتا سالب 1/2 وثيتا أكبر من 270 أقل من 360، يعني أنا في الربع الرابع، يبقى الكوسيك مجهولة، الكوتان معلومة، الربع هو الرابع. طيب هحاول احلها لك هنا باستخدام متطابقه، واحاول احلها لك على الطرف اليسار باستخدام المثلث. طب هل في متطابقه مثلثيه بين الكوتان والكوسيك؟ ها نفتكر كده. في كوتان، اسمع، كوتان تربيع ثيتا زائد 1 بتساوي كوسيك تربيع ثيتا، وفي واحدة شبيهة ليها بنقول تان تربيع زائد 1 بتساوي سيك تربيع، وفي ساين تربيع زائد كوساين تربيع بيساوي 1. دي ثلاث متطابقات بيسموهم متطابقات فيثاغورس. يبقى كوتان تربيع زائد 1 بيساوي كوسيك تربيع ثيتا. طيب الكوتان المعلومة عندي يبقى سالب نص وعليه تربيع زائد 1 بتساوي كوسيك تربيع ثيتا. سالب نص يعني 1/4 تربيع، لان بربعه يعني اضرب سالب في سالب بموجب، 1 في 1 في 1، 2 في 2 ب4، زائد 1 هذه بتساوي كوسيك تربيع ثيتا. الواحد ده لما اجي اوحد مقاماته مع الربع، هنا ربع يبقى 4/4، يبقى الواحد هعدله 4/4 زائد ربع. الواحد ده شكله زي ما انت عايز، يعني لما بيقابلك الواحد بيبقى عمليه توحيد المقامات سهله، فهنا المقام 4 يبقى هنا 4/4. اجمع 4 زائد 1 5/4، ده بيساوي كوسيك تربيع ثيتا. خد الجذر التربيعي للطرفين، نقدر نقول ان كوسيك ثيتا بتساوي موجب او سالب جذر 5 على جذر 4/2. تمام. طب موجب ولا سالب؟ انا في الربع الرابع، تعال نفتكر الربع الرابع كنا بنعمل المثلث الشكل كده، الاربع كده، هنا اول الكل موجب، هنا الساين ومقلوبها، يعني الساين والكوسيك هنا مين؟ التان. والكوتان هنا مين في الربع الرابع بقى؟ الكوزاين والسيك هي اللي موجبه، الكوزاين والسيك. امال الكوسيك؟ الكوسيك هنا سالبه، انا هنا، يبقى الكوسيك سالبه، يبقى اقدر اقول له ان كوسيك ثيتا بتساوي سالب جذر 5/2. شفت انتهى حل السؤال باستخدام احد متطابقات فيثاغورس الشهيره. طيب اعلمه لك بطريقه المثلث بقى، ها طريقه المثلث عشان تبقى خدت الاثنين اهو. هتعمل مثلث قائم الزاويه بالشكل اللي انت معتاد عليه، هنا ثيتا. طيب انا عندي كوتان، انسى الاشارات دلوقتي، كوتان 1/2. الكوتان دي عباره عن ايه؟ مجاور على مقابل، يبقى ندي المجاور 1 والمقابل 2. بقى الوتر مجهول، الوتر ده سميه اكس اسميه واي، انا حر. تعال نحسب الواي، الواي دي بتساوي بقى الواي جذر، لانه وتر، يبقى 1 تربيع زائد 2 تربيع. 1 تربيع زائد 2 تربيع تحت الجذر، لانه وتر بنربع ونجمع تحت الجذر. 1 تربيع زائد 2 تربيع يديك 5، لان 1 تربيع ب1، 2 تربيع ب4 يديك جذر 5. هنكتب على ده جذر 5. خلاص تعالى نحسب بقى مين كده. يبقى انا خلصت الجزء الاول المساله، نحسب بقى الكوسيك. كوسيك ثيتا ماذا تساوي؟ الكوسيك دي مقلوب مين؟ مقلوب الساين. الكوسيك مقلوب الساين، يعني وتر على مقابل اهي، وتر على مقابل. ممكن تكتب بنفسك، تفكر لنفسك كده، كوسيك ثيتا الوتر بجذر 5، المقابل ب2. طب الاشاره، ارجع تاني للربع الرابع، اشاره الكوسيك سالبه، لأن الكوزاين هي اللي بتبقى موجبة، الكوزاين والسيك. أمال الكوسيك؟ الكوسيك سالبة في الربع الرابع. شفت
اختار اي اسلوب تحل بيه السؤال، اسلوب المتطابقة او اسلوب المثلث، انت حر. نشوف سؤال اخر ايضا، اوجد القيمة الدقيقة، التان مجهولة، السك معلومة، انا في الربع الاول. هل في متطابقة؟ لسه انا شرحها لك في السؤال السابق، قلت لك في ان تان تربيع ثيتا زائد واحد تساوي سك تربيع ثيتا، هل متطابقة؟ طيب يبقى تان تربيع ثيتا زائد واحد بتساوي 4/3 الكل تربيع، يبقى تان تربيع ثيتا، ممكن ننقل الواحد الطرف الثاني بإشارة مخالفة، خليها المرة القادمة، 1 + 1 بتساوي 4 × 16، 3 × 9، انقل الواحد الطرف الثاني، يبقى تان تربيع ثيتا تساوي 16/9 − 1، يبقى تان تربيع ثيتا 16/9 − الواحد ده خليه كام على كام؟ 9/9 عشان يبقى المقام واحد، يبقى تان تربيع ثيتا المقام واحد، يبقى المقام 9، 16 + 9 كام؟ 7، 7/9. نكمل حل السؤال، ناخد الجذر، يبقى تان ثيتا بس بتساوي موجب أو سالب جذر 7 على جذر 9 = 3، شوف كده، جذر 7 على جذر 9 3، خدت الجذر أو أخذت الجذر للطرفين، فطلعت جذر التان تربيع تان موجب أو سالب جذر 7 جذر 7، جذر 9 = 3. طيب أخد الإجابة الموجبة ولا السالبة بقى؟ أنا في الربع الأول أول موجب، يبقى تان ثيتا بتساوي جذر 7/3 بالموجب، لأن أنا في الربع، في الربع الإيه؟ في الربع الأول. نشوف تدريب آخر، أي ممات يكافئ العبارة كوساين ثيتا على 1 − sin تربيع ثيتا؟ يبقى أنا عندي عبارة اللي هي كوساين ثيتا، هحاول أعمل لها عملية تبسيط على 1 − sin تربيع ثيتا، عملها عملية تبسيط. طيب العبارة هنا فيها كوزين وساين، يبقى لازم يا إما تخليها بقى في كوزين بس يا في ساين بس. طيب البسط كوزين ثيتا ما أقدرش أعمل فيه حاجة، ما مش فاكر له أي حاجة، هي كوزين ثيتا ما أقدرش أعدل عليها أي حاجة، لكن المقام 1 − sin تربيع ثيتا إحنا حافظينها إنها في كوزين تربيع ثيتا. يبقى 1 − sin تربيع ثيتا طبعا ملينا منها دي، 1 − sin تربيع قلنا بكوزين تربيع، شايف انا علمت لك عليهم باللون الاصفر ان هم اتبدلوا مكان بعض. نكمل، كوزين ثيتا على كوزين تربيع ثيتا، في كوزين ثيتا واحده فوق لكن في اتنين تحت، هتبسطهم، الكوزين ثيتا دي تروح مع التربيع تبقى 1 على كوزين ثيتا. واحد يقول لي يا استاذ ما يبقى معاها صفر، انا مش حذفتها، لا اقول لك عملت تبسيط واحد، انت ما طرحتش، انت بسطت، قسمت على كوزين ثيتا هنا فيبقى الواحد، قسمت على كوزين ثيتا هنا فيبقى كوزين ثيتا. تاني انت حذفت واحدة من الكوزين فوق بيبقى واحد، واحد مش صفر، بعض الطلاب يكتب صفر يقول انا حذفتها اكتب صفر، اقول لك لا، انت بتعمل عملية تبسيط، يعني قسمة بتقسم هنا على كوزين ثيتا يبقى الواحد. واحد على كوزين ثيتا، واحد على سي يبقى اس سك ثيتا. يبقى الإجابة الصحيحة هنا دي. بكده نكون خلصنا الجزء الأول من اختبار منتصف الفصل، إلى اللقاء في الجزء الثاني من اختبار منتصف الفصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالتوفيق.